باب فضل كلام الله على سائر الكلام. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني قال عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين. الله أكبر. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الله أكبر. قال الدارمي رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عن شهر قال فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. قال الدارمي رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم جميعا عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. هنا في هذا الباب من شغله القرآن عن ذكري من شغله ذكري عن مسألتي أعطيه فوق ما أعطي السائلين، أي من شغل قراءة القرآن وهذا أعظم الذكر على الإطلاق، ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء يعني لأمور الدنيا الله يكفي أمر الدنيا. أصلا أنت أما تذكر الله الله يذكرك، وإذا ذكرك الله جل وعلا كفاك ورقاك وأسماك وأعطاك ومنحك. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، يعني احتمال أن تكون هذه الجملة من تتمة قول الله عز وجل، فحينئذ في التفات كما لا يخفى، ويحتمل أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر لئلا يحتاج إلى ارتكاب الارتفات لأنه الأصل عدم. قال شوكاني في تحفة الذاكرين هذه الكلمة لعلها خارجة مخرج التعليل لما تقدمها من أنه يعطي المشتغل بالقرآن أفضل ما يعطي الله السائلين، ووجه التعليل أنه لما كان كلام رب العالمين فائقا على كلام كل كلام كان أجر المشتغل فوق كل أجر، والحيث لولا أن فيه ضعفا لكان لنا أن نشتغل بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبي هذا الأجر العظيم. أقول الانشغال بتلاوة القرآن فيها أمران، الأمر الأول هو مؤنسة الله جل فعلا، يعني يأنس بربه جل فعلا وأن الله يذكره وأن يثني عليه بالخير في الملأ الأعلى، والأمر الثاني أن يكفي الله أمر الدنيا والآخرة، لكنهم لا يعقلون هذا. ولذلك أنت لو ترى إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل بربي ماذا حدث؟ كفاه الله كل شيء، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ونحن نصدق في هذا الكلام، جاء موقوفا مرفوعا، جاء عن ابن أبي طالب موقوفا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمح. تعال إلى الصحابة وصفهم الله في أول أمرهم فقر وهزال وضعف وتفرقة وتشرذم وخوف ووجع، أليس هذا هو الرص الذي اتصفوا به من المهاجرين والأنصار؟ ماذا كانت في مكة وفي المدينة المنافقون واليهود؟ بعد ذلك ماذا حدث؟ وألف بين قلوبهم وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. ثم بعد ذلك وش أعطاهم؟ منحهم النصر والعزة والرفعة والمكانة والقوة والمنعة. إذ تستغيثون ربكم فاستجابكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى واطمأن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله العزيز إن الله العزيز الحكيم أو وما النصر الآية الثانية وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود فجعل لهم النصرة وجعلهم شوف مفارقة الأمر كان يعني 300 رجل يخرجون للعير ما يريدون شيئا إلا العير فقط يريدون الاستيلاء على 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 الاقتصاد بعض اقتصاد أهل مكة لأنهم يناوشونهم العداوة موجودة في هذا الباب وما حتى ما دعا أحد لذلك ما دعا اللي يخرج ما يخرج صحيح وهم خرجوا. قال الله تعالى قال وتريدون أن تكون غارزات الشوكة أن تكون لكم ويريد الله يحق الحق بكلماته وفي عذابه الكافر يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. شوف انظر هنا في هذا الباب خرجوا العيل خرجوا العيل ثم صارت مع ملحمة أعظم مما تكون ما خرجوا إلا العيل فجعلها الله ملحمة في من كان ممكن يفكر ويتصور أن هذا يكون. قال الله تعالى إيش قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول. قال الله وصفني يوم لا قبلها وصفني قبلها أنه إيش إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصر والركب أسفل منكم
ولو توعدتم لاختلفتم في المعبد. شوف بقى، لا هو لا بد، واذا اراد الله شيئا هي لو ايه. وهؤلاء جاءوا بخيلهم ورجلهم وشياطينهم وصناديدهم وقوتهم، حتى قال المخبول الاكبر لهم هذا ابو جهول ابو الغبوء ابو الجهل، قال لا حتى ثلاث ايام، ثلاث ايام تغنين القينات ونشرب على انفسهم يشربون الخمر وتسمع بهم العرب، تتسمع وتسمعت بهم العرب حق، تسمعت سمعا يعني قد يعني قد 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 صغت الاسئله صمت الاذان، تسمعت بهم العرب حق. فماذا فعل؟ نصرهم الله نصرا مؤزرا لا يصدق. 1300 يقتلونهم هؤلاء، ما فهمش غير خيال واحد فقط، المغرب الاسود. وبعد ذلك هم بكل ما عندهم من القوه يحدث ما يحدث، وولد صغير يقول اين ابو جهل معاذ ومعوذ، وابو معاذ يقول ما بكم ما لكم ما شانكما بابي جهل؟ قال سمعنا نتكلم عن النبي. طب خلاص انتهى الموضوع، سمعنا نتكلم عن النبي تفضل. يعني شوف بقى الله يجعل الله له نصراء يعني اعجب من العجب، جعل الله له نصراء اعجب من العجب. ايه شوف نصراء، واي نصراء؟ والجميع يقول للنبي نجعل لك عريشا، كلنا فداك. الله تعالى اظهر بقى هنا، قال يا ما كان اهل المدينه ومن حولهم من العرب ان يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عنه. فشوف، فالذي ينشغل بالله جل في علاه يكفيه الله، انشغلت انت بكتاب الله وانشغلت بالقران يكفيك الله كل شيء. لكن كن صادقا في الانشغال به، كن صادقا في الانشغال به، ولا تتخذه ماده اختبار لله جل في علاه، او تتخذه اعوذ بالله او تتخذه ماده دنيويه خساره ما بعدها خساره. لكن انك تنشغل به لله فزت بكل شيء، كفاك الله كل الهموم ونصرك واعطاك ومنحك ورقاك. الله يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين.